السلام عليكم طلاب، إن شاء الله بهاي المحاضرة راح ناخذ الـ Complications of Exodontia اللي هي مضاعفات القلع، يعني المضاعفات اللي تصير سواء أثناء القلع أو ما بعد القلع. Complications can arise during the procedure of extraction، المضاعفات اللي تحدث أثناء إجراء القلع، or may manifest themselves sometime following the extraction، أو قد تظهر في وقت ما بعد القلع. So we have immediate complications and post-operative one، لذلك عندنا مضاعفات فورية وعندنا مضاعفات post-operative يعني ما بعد الإجراء اللي احنا سويناه. All of these complications arise، كل هاي المضاعفات تنشأ بسبب شنو؟ Error in judgment، سبب خطأ بالتحكم، misuse of instruments، سوء استخدام الأداة، extraction of extensive force بسبب تسليط قوة مفرطة، or from anatomic causes or factors، أو بسبب عوامل أو مسببات تشريحية. فالشي يقول by careful diagnosis and planning of the procedures، لما نكون أكو تشخيص دقيق وخطة صحيحة، many complications can be avoided، العديد من هاي المضاعفات رح نقدر نتجنبها. but some of these complications، بعض هاي المضاعفات، may occur even when utmost care is exercised، قد تحدث حتى عند ممارسة أقصى درجات الوقاية، يعني لازم إنها تصير. so that the dentist or the oral surgeon، لذلك لازم على طبيب الأسنان وعلى الجراح should be qualified، لازم إنه يكونون مؤهلين to deal with each complications successfully، إنه يتعاملون وي كل المضاعفات بنجاح. شلون يكون الطبيب أو الجراح مؤهل؟ لازم إنه يعرف عدة أشياء. So the possible complications are، لذلك المضاعفات اللي ممكن أن تحدث مثل إيش؟ أولاً failure to secure anesthesia، فشل بتوفير أو بتأمين الأنستيزيا، يعني ممكن إنه الأنستيزيا ما تشتغل أو الأنستيزيا ما توصل وتشتغل ولا يبقى المريض يحس بألم. سبب شنو؟ أولاً ممكن faulty technique، بسبب خطأ بالتكنيك، يعني لما نطت أنستيزيا ما نطتها بطريقة صحيحة، ممكن ضربتها بمنطقة قد تكون بعيدة، ممكن يعني خطأ بالتكنيك. بعد insufficient dosage of anesthesia، عدم كفاية الجرعة مال الأنستيزيا اللي بنطيها، يعني بقى عندك شوية مثلا نطيت المريض وبقى شوية بالكربولة وكنت خلطيها لهذا وطيت هي، بالتالي كمية قليلة الجزء ما اشتغلت، عدم كفاية الجرعة. بعد expired، ممكن تكون expired أصلا. بعد بسبب recurrence of acute infection، سبب وجود acute infection، وهذا هنا بهي الحالة المفروض لما يكون المريض عنده infection أو عنده التهاب ما يصير إنه نعطي anesthesia. ليش؟ إنه أصلاً ما راح تشتغل، لأنه الأنستيزيا قاعدي والالتهاب أو المادة اللي داخل الالتهاب أو infection شو تكون حامضية، فبالتالي ما راح يشتغل. ثانياً failure to remove the tooth with either forceps or elevator، فشل بإزالة السن سواء بالإليفيتر أو بالفورسيبس. failure to remove the tooth after applying a reasonable amount of force without movement or yielding of the accused tooth need further، يقول إنه تسلط قوة كافية للسن بس يشوف إنه السن without movement، السن ما جاي يتحرك أو ما جاي يتأثر أصلاً، فهنا إيش يحتاج؟ يحتاج further clinical and radiographic evaluation، فهنا السن يحتاج تقييم سريري أكثر، يحتاج أشعة إنه نشوف السن ليش بدأ ينقلع. ليش؟ لأنه because the tooth may be need surgical extraction، ممكن إنه محتاج إلى قلع جراحي، فلذلك الفورسس والإليفيتر جت حاب تقلع بهن ما جاي ينقلع، احتمال إنه هنا يحتاج تدخل جراحي، فسوي له أشعة، قيمة بعد سريريا، تأكد شوف شنو وضعه، لا تظل تحاول وياه زيادة ممكن إنه تكسره. ثالثا فراكتشر، ممكن من المضاعفات اللي تصير أثناء القلع تصير فراكتشر، يصير كسر، سواء كسر بشنو؟ بالكراون، الروت، بالالفيولار بون، بالماكسيلاري تيوبروسايتي، بالأجيسنت أور الأوبازينج توث، أو بالماندبل. أول شيء نجي على الكسر اللي يصير بالكراون أو بالروت، ده تقلع ونكسر الروت، انكسرت الكراون بسبب شنو؟ fracture of a crown and root the most common complications، تعتبر من أكثر المضاعفات اللي تصير أثناء قلع السن. the most common complication during tooth extraction is a fracture of the tooth crown or roots. the factors that may lead to fracture of a crown or roots may be classified into three groups.
فقسموها إلى 3 مجاميع. يعني أسباب الكسر ممكن تكون بسبب السن نفسه، factors related to the tooth itself، ممكن تكون عوامل مرتبطة بالسن نفسه فأدت إلى كسره، أو ممكن factors related to the bone investing that tooth، أو ممكن بسبب البون اللي موجود بالسن، البون اللي موجود بداخل السن هذا هو العظم بمشكلة، فلما الجلدة تطلع هو انكسر. بعد factors related to the operator dentist، ممكن تكون الكسر يحدث بسبب الدينتست نفسه، هو مثلا ما استخدم الأداة عدل، أو لما مسك السن ما مسكه عدل وبالتالي انكسر. نيجي أولا على الفاكتورز related to the tooth itself، شنو هي العوامل اللي مرتبطة بالسن نفسه فأدت إلى كسره، سواء كسر الروث أو الكراون. means تعني that the tooth may be badly caries، ممكن إنه السن كان badly caries يعني منتهي بالتسوس، التسوس ماكل منه هواي، أو مثلا heavily felt بحشوة كبيرة، أو بعد brittleness of the tooth هشاشة السن بسبب الايج بسبب العمر، أو النان vitality أو بسبب عدم حيوية السن فبالتالي هش صار، أو root canal felt tooth أو بسبب وجود حشوة جذر، also peculiar root or crown formation أو بسبب شكل الروت الغريب أو بسبب تكوين الكراون، يعني مثلا أكو dilated tooth هذا هو، شوف الروت شلون يصير اكو انحناء بالروت، فبالتالي هذا لما تجي تريد تقلع شيء اكيد راح ينكسر. او جيمينيتد توث، هذا هو الجيمينيتد توث انه يكون سنين مضبوقات سوا. او سيفيرلي كارفت روت، الروت اللي يكون بيه انحناء حاد هذا ممكن ان ينكسر. بعد دايفرجنت روت، الجذرين لما نكون يعني السن باكثر من جذر ويكون عن الجذرين يعني متفارقات حيل وكصار بهن دايفيرج. بعد كونفيرجنت او يكون كونفيرجنت يعني متقاربات حيل، او مثلا اكو هايبر سيمنتوسيس يعني السيمنتوم متراكم حيل على الروت، مثل هذه الصوره شوف السيمنتوم شلون متراكم على الروت، فبالتالي هذا شيء اكيد ما راح ينقلع يعني راح ينكسر. اكسسوري روت ان كومبلكس روت شيب، لما يكون اكو روت اضافي او لما يكون شكل الروت معقد، او شكل طبعا الروت كلش هوايه تكون بأشكال خاصة بالثيرد مولر، مثل هذه أشكال الروتات، هذا الفيوجن بعد الاثنين مطبوقات سوا، هذا الهايبر سيمنتوسيس، مالبوس توث، مثل هيك يعني هذا السن اللي طالع بمكان غلط. insufficient space for the application of the extraction instrument، عدم كفاية أو عدم وجود مكان كافي لتطبيق أو لوضع أداة القلع. internal and external resorption، صاير اكو امتصاص داخلي او خارجي، هذه العوامل اللي تؤدي الى كسر السن، هاي عوامل مرتبطه بالسن نفسه يعني مشكله بشكل السن. اوكي ثانيا عندنا factors related to the investing bone، بسبب العظم اللي موجود بالسن، تعني means the surrounding bone might be excessively dense، يعني السن يعني البون excessively dense يعني كثافته مفرطه يعني العظم كلش كثيف أو سكلوروتك، هاي سبب هي أما لوكولايزد موضعي أو سيستميك كاسس أو بسبب جهازي. بعد سبب الكسر اللاخ اللي هو فاكتورز ريليتد تو ذا اوبريتورز، بسبب الطبيب نفسه، يعني شلون includes improper application of the picks of the dental forceps or elevator on the tooth to be extracted، يعني التطبيق الغير صحيح للبيكس، البيكس يعني البليدة اللي هي جزء اللي نمسك جزء اللادات اللي نمسك به السن. اوكي يعني لما نخلي البليدة او البيكس مات الفورسيبس او مات الاليفيتر بصورة غير صحيحة على السن المراد قلعة، شلون يعني؟ يعني مثلا نقول انه احنا هو المفروض انه لما نمسك السن تكون البيكس او البليدة موجودة على الروت او تحت السمنتو انام الجكشن، هذا المكان الصحيح لها، بس لما نتخليها على الكراون وتجي تجر السن على مود تقلعها هنا راسها راح تنكسر الكراون. فيقول placement of the backs of the dental forceps on the crown instead of the root، بسبب وضع البيكس على الكراون بدلا من الروت او تحت السمنتو انامل جكشن، الصحيح لو على الروت لو تحت السمنتو انامل جكشن، لما تخليه على الكراون ما يصير غلط. هنا هذا سبب من اسباب الكسر، هذا شنو سببه؟ سبب الطبيب انه هو ما خلى البيكس بصوره صحيحه. Also the backs are not parallel to the long axis of the tooth، الصح انه لازم تكون الباكس بشكل يعني موازي للمحور الطولي للسن،
لما ما تكون موضوعة بصورة موازية هنا شيء كده راح تنكسر، وهذا من سببه هم سبب الدينتست. Also the use of wrong type of forceps، وهذا هم سبب لاخو انه هو استخدام الفورسبس الخطأ. يعني انت تقلع بالأبر تستخدم واحدة من مالات اللور، او يعني تقلع باللور تستخدم واحدة من مالات الأبر، او تستخدم مثلا تقلع بالأبر او مثلا بالسنترال ومستخدم مثلا الثيرد مولار تحاول تقلع بها السنترال، يعني هنا شنو استخدمت الفورسبس الغير مناسبة. هالشكل هنا لازم توضع البيكس مات الأداة وين تحت السمنت وإنامل جاكشن على الروت، إذا تنحط على الكراون راح تنكسر. بعد incorrect application of force during extraction، لما يكون تطبيق القوة غير صحيح أثناء القلع، شلون يعني by wrong direction. In addition to that the use of twisting or rotational movement when not indicated، أو مثلا لما تكون القوة موجهة باتجاه غلط، تكون بالwrong direction. يعني أنت مثلا تطلع third molar بس موجه القوة أو القوة اللي مسلطها صار بالاتجاه غلط، فأنت هنا شنو ممكن تسوي؟ ممكن أصلا يعني تدخل الروت مات third molar وين؟ باللي صايرة فوقها، اش صاير فوقها الماكسيلاري ساينس، وهنا مشكلة. فأنت هنا ما متحكم بالقوة اللي مسلطها أو موجه القوة باتجاه غلط، ممكن يا أما تفوت الروت بفد ستركتشر معين، او ممكن انها تؤدي الى كسره اذا عشان صار القوه غلط. اوكي، بعد لما تستخدم تويستينج او روتيشنال موفمنت، تستخدم تويستينج يعني انه انت تلوي او السن او تسوي له روتيشن الدوره، تسوي له حركه دورانيه وين نوت انديكيتد، لما تكون يعني ماكو داعي لها، لما تستخدم الحركه الدورانيه للسن اللي جاي تقلع بيه بالوقت المو مناسب، يعني هذا السن ما يحتاج انه تسوي له هاي الحركة. مثلا احنا اخذنا بالمحاضرات السابقة انه rotational movement الحركة الدورانية اثناء القلع تصير لما يكون التوث يكون عنده one root، هنا نسوي له هاي الحركة انه تدور السن بمكانه قبل ما تقلعه وبعدين تقلعه. بس لما يكون السن مثلا ب three root او لما يكون بي تو روت، هاي الحركه ما يصير تسويها وياه، هو باكثر من روت، وتجي انت تدور السن تدوره او تلويه بمكانه راح ينكسر الروت، حينكسر، فهاي الحركه غلط. هاي الروتيشن نسويها مثلا ويا السنترال لانه يكون بي 1 روت ويكون شكله كونيكال مخروطي، وهاي ممكن انه تسوي له روتيشن عادي. بس لما يكون اكثر من روت ملتيبل روت هنا ما يصير. فهنا لما تستخدم القوه باتجاه غلط ولما تسوي حركة ما لازم تسويها not indicated، مثلا هو قايلها أصلا هنا like the use of twisting movement، لما نسوي twisting movement بقلع الأبر first premolar هذا بأكثر من root، أو بقلع الأبر first والsecond molar ذني بين أكثر من root، ما يصير وياهن هاي الحركة فراح ينكسرن. هذا هم من أسباب الكسر اللي تصير بسبب الدينتست الأوبريتر. هسا نيجي لي الكسر، خلصنا الكسر اللي يصير بالكراون والروت وعرفنا شنو اسبابه. اسبابه ثلاثه، يا اما بسبب السن نفسه او بسبب البون اللي موجود بالتوث او بسبب الدينتست. هاي اسباب كسر الكراون والروت. السبب الثاني الكسر اللي ممكن يصير، ممكن يصير بالالفيولار بون. شنو سبب كسر الالفيولار بون؟ فراكتشر اوف الالفيولار بون فريكوينتلي اوكرز، هذا يعني شيء متكرر يعني بصوره متكرره. وين اكستراكشن از ديفيكولت، لما يكون القلع صعب. اوكي، لما انت تحاول تقلع سن والسن ما انقلع وتظل تحاول الى ان ينكسر السن، يعني اذا هاي الحاله شو وقت تصير؟ لما يكون difficult بالقلع. The fractured bone، هذا السن سوري البون المكسور may be removed with tooth، ممكن اصلا يعني شو تسوي يعني تشيله هذا العظم اللي انكسر ويا السن المقلوع، which it is firmly attached or it may be remain attached to the بوريوستم، ممكن انه يكون ملتصق بقوة بالسن او ممكن يبقى مرتبط بالبوريوستم، or it may be completely detached to the socket or wound، او ممكن يكون منفصل تماما عن السوكت او الويند. يعني يقصد هذا البون اللي انكسر يا اما يكون متصل بالسن وانت لما جرت السن حيطلع ويا هذا البون اللي انكسر، او يكون مرتبط بالبوريوستم وما يطلع، او يكون مكسور ومنفصل عن السوكت، يعني ينكسر وينفصل عن السوكت ويظل هيك يعني. اوكي،
It is a common complication that specialties in هاي الحالة مع الكسرة اللي فيو العربون أكثر شيء شو وقت تصير أبقى لعيا tooth أو بيا منطقة. It is commonly complication that specially occurs in the labial أو buccal area تصير بمنطقة البكل إذا كنا دا نقلع بال posterior teeth أو تصير بمنطقة الليبيال إذا كنا دا نقلع بال interior teeth during extraction of upper canine ها لما نريد نقلع ال upper canine and upper and lower molar teeth تصير بقلع ال upper canine وال upper وال lower molar teeth من جهة البكل أوكي أو الليبيال. هو ليش قال بكل وليبيال؟ يقصد ليبيال إذا تريد تقلع ال upper canine لأنه ال interior teeth نقول لهن ليبيال جهة الليبيال. وقال البكل لما اللي مكسور upper أو lower molar لأن نقول لهن بكل ال posterior. هسا كسر الليبيولار بون وين أكثر شيء يصير؟ هاي تيجي MCQ تيجي true false. يصير أكثر شيء بالبكل أو ال أو الليبيال أريا أثناء قلع ياسن أثناء قلع الأبر كناين أو الأبر واللور مولر تيث. زين the complication زين شنو السبب؟ شنو السبب اللي يخليه ينكسر؟ ليش جاي ينكسر أصلا؟ the alveolar bone is very thin لما مثلا يكون هو الالفيولار بون كلش رقيق فانكسر أو accidental inclusion of the alveolar bone within forceps blades فش صاير؟ فصاير هذا انه انت مضمن الالفيولار بون داخل الفورسبس يكون الالفيولار بون within forceps blades اوكي. بعد configuration of roots بسبب تكوين الروت. بعد the shape of the alveolus او بسبب شكله هو. خامسا pathological يعني السبب الاخر من اسباب الكسر يكون pathological يعني شنو؟ يعني فد مشكلة مرضية او physiological فسيولوجية وين صايرة؟ بالبون بالعظم نفسه. يعني مثلا اكو انكلوسز يعني شنو انكلوسز؟ يعني بوني كونكشن اتصال عظمي صاير ما بين التوث وما بين البون. يعني لما يكون التوث متصل بالبون يعني يكون هسه يعني هو بالحالة الطبيعية يكون موجود التوث داخل البون بس مرات لا يصير انكلوسز يعني السن يكون مرتبط بالبون يعني متصل صاير وكأنما قطعة واحدة. فلما تيجي تريد تقلع التوث حتكسر البون. هاي يسمون حالة انكلوسز اللي هي بوني كونكشن ارتباط عظمي بين التوث وبين البون. The presence of destruction in the alveolar bone due to the presence of discharging sinus أو يكون وجود تدمر بالالفيولار بون يعني يكون الالفيولار بون هو أصلا متدمر بسبب وجود discharging sinus يعني مثل هيك هاي مأثرة على البون اللي موجود بالتوث. بعد ممكن يصير فراكتشر وين؟ بالماكسيلاري تيوبروسايتي. اولا هذه هي الماكسيلاري تيوبروسايتي اللي صايرة مباشرة وراء الثيرد مولر هو اكثر شيء تنكسر لما نريد نقلع يا اما الثيرد او السكند. Sometime the tuberosity is completely fractured ممكن ان تنكسر تماما when we try to remove maxillary third or second molar لما نحاول نقلع الماكسيلاري. ليش قال ماكسيلاري؟ لان هي موجودة فقط بالفك العلوي تنكسر تماما احيانا لما نحاول نقلع الثيرد او second molar. A fracture of maxillary tuberosity may lead to a wide opening كسرها ممكن يؤدي الى شنو؟ ممكن يؤدي الى wide opening into the enterum called oroenterum communication ممكن يؤدي الى تكون يعني فتحة واسعة تصير اوكي يسموها oroenterum communication. enterum هي يعني maxillary sinus اوكي. فهذه هي هنا لما حتنكسر هاي هنا الثيرد مولر حينقلع وتنكسر هي وياه راح رأسا تنفتح هاي منها على يمن على هاي الحمراء على الماكسيلاري السينس فهي منها حتنفتح الشكل وتصير اكو فتحة لما هاي الموجود هنا حتنكسر اوكي. بعد with irregular tearing in the covering soft tissue راح يصير اكو تمزق بالsoft tissue المغطية الها بعد راح يؤدي lead to profuse bleeding راح يؤدي الى نزيف شديد and post operatively may lead to difficulties to retention of upper denture وما بعد القلع إذا يريد المريض إنه يركب denture راح تصير صعوبة بتثبيت أو إنه نسوي retention
للدنشر بالأبر. الريتينشن يعني انه ثباتية الدنشر، فلما تنكسر ويريد البيشنت انه يخلي دنشر راح يصير انه بصعوبة انه نسوي له ريتينشن بالأبر. This complication might occur if the molar tooth to be extracted is isolated and subjected to full force of the bite leading to sclerosis of the surrounding bone. يقول this complication، هاي المضاعفة ممكن تحدث لما يكون المولر توث المقلوع معزول وتعرض إلى قوة عض كاملة فأدت إلى سكلوروسيس بالعظم المحيط. أوكي or due to downward extension of the maxillary sinus، أو لما تكون المغزلاري سانياس downward extension يعني ممتدة إلى الأسفل، فصايرة nearby، فصايرة بالقرب من الالفيولار بون اللي ما بأسنان. أوكي أو بسبب large abnormal size of the maxillary sinus، أو بسبب الكبر الغير يعني الحجم الكبير الغير طبيعي للمغزلاري سانس، يكون حجمها كلش كبير فممتدة وصايرة قريبة من يم التيوبروسايتي. فلما انكسرت التيوبروسايتي صارت اكو فتحة ما بين المغزلاري سانس اللي هي نفسها الانترام اللي قال عنها بالبداية وما بين الفم الاورو، مو قال اورو انترام، اورو يقصد بها الاورال، الفم انترام اللي هي المغزلاري سانياس، فصارت اكو فتحه ما بين الفم وما بين المغزلاري سانياس وقت لما انكسرت المغزلاري تيوبروسايتي. In addition، بالاضافه الى the use of extensive force، لما نستخدم قوه مفرطه او wrong positioning، لما يكون وضع غير صحيح للاليفيتر اثناء قلع الثيرد مولر، يعني لما تكون القوة يعني موجه قوة كلش كبيرة الثامة جاي تقلع فراح تنكسر هي المغزلاري تيوبروسايتي، أو لما أنت مستخدم الإليفيتر والإليفيتر حاطها بموقع غلط فبالتالي هي هم راح تنكسر. بعد fracture of the adjacent and opposing tooth، كسر السن المقابل أو المجاور. إشلون؟ adjacent teeth occasionally may be damaged during extraction procedures. يقول إنه السن المجاور أحيانا قد يتضرر أثناء إجراء القلع. This may include loosening or dislocation or fracture of the adjacent teeth. هذا شيء يتضمن، يتضمن مثلا انه السن ممكن انه يرخى يعني شيء يصير بحركة، اوكي او يصير له dislocation اصلا يعني تغير موقع ينشال، او fracture تماما ينكسر هذا السن المجاور. هاي السبب شنو؟ This mishaps occur mostly، يقول هاي مثل هاي الحوادث تصير غالبا due to careless use of the dental forceps، بسبب يعني عدم استخدام dental forceps بصورة صحيحة or elevator by wrongfully using the adjacent tooth as a fulcrum، لما تستخدم السن المجاور كفلكرم. فلكرم يعني نقطة ارتكاز، انه انت تستند على السن اللي بصفه وتقلع، يعني انت تقلع فت سن تستند على اللي بصفه بالفورسبس او بالاليفيتر وتحاول تقلع ذاك، فراح هذا المجاور الى انك مستند عليه راح تصير بحركه او ممكن انه ينكسر، فما يصير انه انت تستند عليه. اوكي في حال انه هذا السن انت هم تريد تقلعه هنا تقدر انه تستند عليه، بس لما هذا السن ما بي مشكله وتجي تستند عليه لا شيء ما يصير، لانه راح ممكن انه مثل ما قلنا انه يصير بي فراكشر او يصير له ديسلوكيشن او يصير له لوسينينج انه يرخى المكان تصير بحركه. Also a fracture of the crown of adjacent tooth or a fracture and dislocation of its filling، ممكن انه هذا السن تنكسر الكراون مالته، او ممكن انه تنكسر او تنزاح الحشوه مالته اذا شالت بيه حشوه. In addition to that opposing teeth may be chipped or fractured if the tooth being extracted yields suddenly to uncontrolled force of the forceps striking the opposing tooth leads to this complication. يقول بالاضافه الى انه هذا السن عن السن المجاور كنا نحكي انه لما تسوي كفلكرم كنقطة ارتكاز ممكن انه ينكسر او تنزاح الحشوة مالته اذا كانت بحشوة. زين السن المقابل شلون ممكن ينكسر؟ الاوبزيك تيث هم ممكن انه يصير بيها فراكشر او شبت. ايش وقت هاي؟ لما انه انت لازم الاداة وجايدة تقلع فتصير يلد سادنلي فورس، انه تصير قوة ما مسيطر عليها هيجي فجأة سادنلي، اوكي uncontrolled، فتضرب السن المقابل وراح تؤدي الى هاي المضاعفات. يعني تقلع مثلا باللور
بس ما لازم مثلا الاليفيتر بصوره صحيحه او سلطت قوه وما سيطرت واجتي راسا عتيتها او فلتت من ايدك مثلا واجتي بالابر او بالعكس تقلع بالابر وما مسيطر على القوه اللي موجهها ان كنترول فورس وتيجي وين تجي تكسر اللور. اوكي بعد من المضاعفات هي كسر العظم الماندبل الماندبل فراكشر. This is a rare complication. هذا يكون شيء نادر. But it might occur mostly exclusively with the surgical removal of impacted lower third molar tooth. بس هالشي يحدث أكثر شيء لما نريد نقلع ال impacted lower third molar tooth. لما نريد نقلع سن العقل المطمور. أوكي ونظل نحاول وياه. فهذه من المضاعفات اللي تصير إنه يصير فراكشر بعظم الماندبل. إذن هاي ممكن تجي بالـ MCQ أو كذا. وين ممكن يصير أكثر شيء كسر الماندبل؟ لما نريد نقلع الـ impacted lower third molar. اللور third molar مو الأبر. A mandibular fracture is usually the result of the application of a force exceeding that needed to remove a tooth. يقول أحيانا كسر الماندبل يصير نتيجة تطبيق القوة يعني تطبيق قوة تتجاوز القوة اللازمة لقلع السن. يعني أنت تسلط قوة يعني كلش كبيرة قد هو ما يحتاج كل هالقوة فهنا أنت راح تكسر الماندبل. And often occurs بعد أحيانا تحدث during the use of dental elevators لما تستخدم الإليفيتر خاصة الوينترز إليفيتر. وهذه احنا ماخذيها سابقا انها الوينتر اليفيترز هذه اكثر وحده ممكن انها تكسر الماندبل وخطر كلش. But sometimes pathological or physiological changes may lead to weakened mandible. احيانا تغيرات فسلجيه او تغيرات مرضيه تؤدي الى ضعف عظم الماندبل ممكن هو يكون عن سبب مرض او كذا فيصير ضعيف وتجي ده تكسر وتجي ده تقلع وينكسر. مثل ايش هاي التغيرات اللي ممكن انها تؤدي الى اضعاف عظم الماندبل؟ اولا السينيال تروفي اند الاوستيوبروسيس اوف ذا بون. السينيال تروفي اللي هو ضمور يصير بسبب يعني التقدم بالعمر اند اوستيوبروسيس اللي هو هشاشه العظم فبالتالي يكون العظم هش بسهوله انه ينكسر. بعد اوستيومايلايتس اللي هو التهاب العظم فور اكزامبل الاوستيو راديو نكروسيس اللي هو موت العظم بالاشعاع. اوستيو العظم راديو الإشعاع نيكروسيس موت فموت العظم بالإشعاع. هاي لما هذول يسوون يتعرضوا للعلاج الكيميائي الإشعاعي. بعد السيستيك ليجن ممكن اكو فد ليجن فد آفة اوكي ممكن تؤدي الى اضعاف البون. امباكت تيث هم ممكن ان تؤدي الى كسرة تيومر ورم بناين اور مالجنت سواء كان حميد او خبيث. سو Operative clinical and radiographic evaluation is very important to avoid such complication or preventing it. لذلك يقول انه التقييم او الفحص الاشعاعي والسريري جدا مهم على مود نتجنب مثل هاي المضاعفات. بعد المضاعفات اللي ممكن تصير dislocation of temporomandibular joint انه يصير dislocation انه العظم TMJ او مفصل TMJ انه ينزاح من مكانه صار له dislocation. Exertion of high amount of force during extraction of lower teeth, especially posterior teeth, may lead to dislocation of the condyle of the mandible. يقول لما إنه تسلط قوة أو كمية قوة جدا عالية أثناء قلع الأسنان السفلية خاصة البوستيرير تيث راح يؤدي إلى إزاحة الكوندايل مع العظم الماندبل. And the patient becomes unable to close his or her mouth. وبالتالي راح يكون المريض غير قادر على غلق فمه أو فمها إذا كانت أنثى. Especially in patients who had a history of recurrent dislocations in TMJ. خاصة بالمرضى اللي سبق وصاير عندهم يعني إزاحة بالTMJ. إذا الديسلوكيشن اللي يصير بمفصل TMJ يصير شو وقت لما أريد نقلع اللور تيث خاصة البوستيرير تيث. هذا لا شنو راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى ديسلوكيشن يصير بالكوندايل مع العظم الماندبل وبالتالي راح يصبح المريض أو المريضة إنه ما يقدر يسد حلقة. خاصة هذا يعني الحالة أكثر شي يصير لما المرضى اللي سبق اللي عندهم تاريخ يعني عن هالشي سبق وصاير عندهم ديسلوكيشن بالTMJ. If this dislocation occur
should be reduced immediately. إذا صار هذا dislocation وانزاح التي أم جي أو مفصل التي أم جي من مكانه لازم إنه نقلله أو نحاول نعالجه مباشرة. شلون؟ by the operator، بواسطة الأوبريتر يكون يعني يكون يعرف عنده خبرة بهالشي إنه إذا صارت عنده هاي الحالة شو يسوي؟ شو يسوي؟ standing in front of the patient، يوقف قدام المريض and his thumbs والإبهامات مالته الإبهام مالته placed intraorally، يخليه داخل الفم on the external oblique ridge، على الإكسترنال أوبليك ريدج اللي موجودة بعظم الماندبل داخل الفم، يخلي إبهاماته جوا اللور تيث على العظم يم الإكسترنال أوبليك ريدج lateral من جهة يعني من الجانب to the molar teeth. أوكي وother fingers بقية الأصابع راح تكون بالخارج خارج الفم under the lower border of the mandible جوا الحدود السفلية من عظم المandible. هسا الإبهامات يخليهن على داخل الفم على الاكستيرنال أوبليك ريدج يم المولر تيث وبقية الأصابع يكون اللي برا تحت البوردر من عظم المandible. إيش راح يسوي؟ downward pressure راح يقوم يضغط إلى الأسفل with the thumbs بالإبهامات مخلان هو داخل الفم راح يقوم يضغط بيهن اللي جوا وبقية الأصابع upward pressure with the other fingers وبقية الأصابع شو يسوي بها ضغط لي فوق يعني بالإبهامات يضغط لي جوا وبقية الأصابع اللي خالن لي برا جوا المندبل يضغط بيهن لي فوق may reduce the dislocation هذا رح يؤدي إلى تقليل من إزاحة العظم ممكن إنه يرجع شوية المكان if reduction is delayed إذا تأخر هذا الشيء يعني وما عالجناه it become difficult to reduce هنا راح يصير من الصعب انه نقلله بعدين it because muscle ليش يعني it because of muscle spasm بسبب تقلص او تشنج العضلات and the patient may need general anesthesia ممكن انا المريض حتى يحتاج تخدير عام على مود نقلل هذا الديسلوكيشن اذا تاخرنا راح يصير صعب انه نقلل او رجع مثل ما شاء ليش بسبب راح يصير انه سبازم يصير بالعضلات تصير بها تشنج ممكن بعد يحتاج الى جنرال انستيزيا على مود نقلله also the patient complain of traumatic arthritis of the TMJ ممكن انه راح يقوم مشكل المريض من التهاب بالمفصل arthritis اللي هو التهاب المفاصل يقوم يشكو من التهاب بمفصل التي ام جي ما بعد نقول post operatively ما بعد الاجراء بسبب شنو بسبب الضغط اللي طبق على المفصل اثناء القلع فلذلك يقول so supporting the mandible during extraction prevents such complications لذلك دعم او اسناد عظم المندبل اثناء القلع راح يخلينا نتجنب هاي المضاعفات displacement of a root into the soft tissue إنه حينزاح الجذر ما تسن وين يدخل بsoft tissue بالأنسجة and tissue spaces and maxillary antrum ممكن إنه يدخل بالmaxillary antrum أو هي اللي نفسها هي maxillary sinus إنه إذا تقلع ويعني تسلط قوة مثل ما قلنا سابقا يعني بيكون wrong direction بالاتجاه الغلط ممكن إنه يدخل الروت في هيكل معين يدخل بالsoft tissue بالmaxillary sinus okay during extraction especially on use of elevator يقول أثناء القلع خاصة لما جاء تستخدم الإليفيتر a root or piece of root الجذر أو قطعة من يمه may be dislodged into the soft tissue ممكن أنه تنزاح وتدخل وين بالsoft tissue through a very thin bony plate overlying the socket من خلال تكون انه الصفيحة العظمية البوني بليت مات السوكت تكون كلش ثين فممكن انه من خلالها يدخل الروت وين بالسوف التشيو يعني يكون العظم او الصفيحة مالته كلش رقيقة فراح من خلالها راح يدخل وين بالسوف التشيو and disappear ممكن انه يختفي باكولي او لينجولي into the soft tissue between the periosteum and bone in the vestibule ممكن انه يدخل بجهة البكل او بجهة اللينجول من جهة من يم البريوستام او الفيستيبيول طبعا الفيستيبيول هو المكان اللي صاير ما بين الاسنان وما بين الشيك ما بين الخد يعني هاي المكان اللي داخل به الفرشة فرشة الاسنان هذا الفيستيبيول but sometimes a root or even a tooth may be displaced into the tissue spaces surrounding the jaws ممكن احيانا انه الروت مات السن او السن يدخل
تشو سبيسز الفراغات اللي سراوندينج ذا جوز الفراغات المحيطه بالفك مثل ليش مثلا الريتيند روت ان ذا لوور مولر تيث مي بي ديسبليسد انتو ذا سابلينجوال اور سابمانديبولار سبيس. يعني مثلا عندنا الريتيند روت اللي هو الجذر المحتفظ او الجذر اللي باقي باللثه خاصة باللور تيث ممكن انه يصير لدسبلاي تتغير مكانه وين يدخل، يدخل يا اما بالسابلينجوال او بالسابمانديبولار سبيس هاي اذا كان لور مولر، ممكن اذا كان ابر ثيرد مولر يروح يدخل وين بالانفراتيمبورال سبيس. So the extraction with high force without direct vision، لذلك لما يكون القلع بقوة عالية بدون رؤية مباشرة انه يعني مجمع جاي يشوف جاي تقلع بس ما جاي تشوف ما عندك رؤية مباشرة للريتيند روت بالجذر اللي تقلع بيه may lead to such complications ممكن يؤدي إلى هواية مضاعفات. also retained root may be displaced into the maxillary antrum ممكن إنه هذا retained root وين يدخل بالmaxillary antrum اللي هي maxillary sinus during the extraction أثناء قلع الأبر مولر أو sometimes البري مولر هم teeth especially palatal root خاصة palatal root of upper molar teeth أثناء ما جاي تقلع الأبر مولر ممكن انه يدخل هذا الريتيند روت بالمكزيلاري انتروم وممكن او احيانا لما تقلع البري مولر هم ممكن انه يوصل خاصة البليتال روت احنا نعرف انه الابر يكون بين 3 روت فخاصة البليتال روت هو مات الابر مولر هو اللي ممكن انه يدخل وين بالمكزيلاري ساينس. The presence of large interim or the use of excessive force وجود large interim لما تكون هي الانترم او المقدره السنسيه اصلا كبيره يعني ماخذه مساحه يعني كبيره او لما يكون تمسلط قوه مفرطه اثناء القلع او بسبب حاله مرضيه مثلا موجود بريايبكال باثولوجي all these factors كل هاي العوامل راح تساعد to such complication. So a pre-operative radiographic and clinical evaluation may assist in the prevention of such complications. لذلك هنرجع ونقولها بنهاية كل المضاعفات إنه لازم تشخيص سريري وتشخيص إشعاعي أشعة وسريريا تفحص قبل ما تبدي تقلع. في pre-operative يعني قبل ما نبدأ نشتغل. بعد من المضاعفات اللي ممكن تصير excessive bleeding after extraction هاي شو وقت after extraction يعني بعد القلع ممكن انه يصير excessive bleeding نزيف هواية شنو السبب at the beginning بداية one must understand that some slight oozing of blood for several hours following tooth extraction is considered normal يكون بالبداية النزيف احنا يعني اللي يصير اللي يستمر لعدة ساعات ما بعد القلع هذا مفهوم احنا نعرف انه شيء طبيعي هذا يكون يعتبر normal but sometime excessive or abnormal bleeding may occur following tooth extraction بس احيانا يتبع قلع السن بنزيف يكون غير طبيعي هو بالطبيعي عادي يصير بس احيانا يستمر لساعات ويكون بكمية كبيرة شنو السبب the causes of excessive bleeding may be due هذا النزيف المفرط ممكن يكون سببه اولا يا اما local factors يعني سببه موضعي هو مشكلة بالمكان اللي انت تقلع به صارت فخلت يصير نزيف هذا local موضعي او systemic ممكن يكون فد عامل جهازي مثلا في عنده فد مشكلة بقية الجسم يعني فد مشكلة جهازية ادت الى انه يبقى عنده نزيف مستمر او بكمية كبيرة local factors شنو السبب اللي ممكن يخليه ينزف بنفس المكان the local cases which are the commonest cases for prolonged bleeding as usual يقول انه الاسباب الموضعية هاي تعتبر من الاسباب الاكثر شيوعا اللي تصير بالعادة اثناء القلع يعني هسه عندنا local وعندنا systemic من اكثر شيء هي اللي تحدث اللوكل فيقول اللوكل هي من اكثر الاسباب اللي تصير اوكي due to gross سبب شنو due to gross tissue damage بسبب انه قد تكون انت دمرت نسيج اثناء ما جاي تقلع ضربت نسيج وخليته ينزف when there is several bone injury and tearing of the bryostem او ممكن اصابة صارت شديدة بالعظم severe bone injury او ممكن صار اكو تمزق بالبريوستم many vessels are opened وانفتحت العديد من الاوعية الدموية also severe gingival lacerations صارت تمزقات شديدة also damage to large arteries ممكن انه انت اصابت
شريان كبير مثلا الانفيرير دينتال فيزل او الجريتر بيلاتاين فيزلز ماي ليد تو بريفيوز بليدنج. هذا راح يؤدي الى نزيف شديد. يعني المختصر انه انت جاي تشتغل وضربت نسيج او وين سويت اصابه شديده بالعظم او ضربت شريان كبير مثلا الانفيرير او مثلا الجريتر بيلاتاين، هذا الشرايين كبيره وبهن هوايه دم، فانت ضربت للشريان في اشياء كده راح يقوم ينزف ويستمر النزيف يكون بروفيوزنج bleeding نزيف شديد. Also the presence of hemangioma and other vascular abnormalities may lead to such complication. ممكن يكون عنده hemangioma. Also post-operative infection of the extraction wound causing erosion of the blood vessel leading to secondary hemorrhage. يقول post-operative يعني ما بعد الإجراء ما بعد القلع infection ممكن تصير لجرح او لمكان القلع يصير بيه انفكشن، فهاي ايش راح يسبب؟ راح يسبب اروجن للبلاد فيزلز مثل يعني تاكل يصير اوكي للبلاد فيزلز الجدران مالتها، وبالتالي همينه راح تؤدي الى نزيف ثانوي. Also the working in cutely inflamed area may assist in prolonged bleeding. لما يكون ده تشتغل بمكان بيها بيها كيوت انفكشن بيها يعني التهاب حاد، وهذا ممكن انه يساعد ايضا الى استمرار النزيف لفتره طويله. هاي بالنسبه لللوكال هي تعتبر اكثر شيوعا، وعرفنا شنو اسبابها انه انت تضرب لك فتشي وتلوص الدنيا. سيستميك فاكتورز هسه عوامل جهازيه يعني بعيد عن الموقع مال القلع. فور ذا سيستميك كيسز لايك سيستميك هيموتولوجيكال ديسوردرز اللي هي اضطرابات الدم الجهازيه مثل ايش؟ لايك الثرومبوسايتوبينيا اللي هي معناها نقص الصفيحات الدموية. بعد reduction in the clotting factors اكو تناقص بعوامل التخثر، يعني عوامل التخثر عنده قليلة فبالتالي همينة ممكن انه يصير bleeding. بعد anticoagulant drugs الادوية المضادة للتخثر، لما يعني يكون المريض ياخذ ادوية من ادوية المضادة للتخثر هم ممكن انه يصير عنده bleeding. hereditary blood disease لما يكون المريض عنده أمراض الدم وراثية مثل إيش مثلاً الهيموفيليا همينة ممكن يصير عنده bleeding. all these factors may lead to severe bleeding. كل هاي العوامل تؤدي إلى نزيف شديد. so good history نرجع نعيد نفس الحكي good history و clinical examination مهم إنه أنت تعرف التاريخ المرضي مالته تسوي له history وتسوي له فحص سريري okay and blood investigation وتفحص الدم مالته، يعني تسوي له فحص دم وتشوف الدم يعني شنو المشاكل عنده، فقر دم عنده هيموفيليا عنده نقص بعوامل التخثر، تسيله اذا جاي ياخذ ادويه مضاده للتخثر. اوكي is very important and essential before any extraction كلش مهم قبل اي اجراء قلع. if the patient gives you a history of bleeding on previous extractions or trauma وتنتبه اذا طاك المريض قال لك انه انا عندي سبق وصاير عندي bleeding مثلا بعد القلع او تروما. damage of the surrounding soft tissues ممكن انه من المضاعفات اللي تصير ايضا يصير ضرر بالانسجة المحيطة. شلون يعني damage to the gum or lip جاي تقلع وضربت الجام اللثة او ضربت الشفة. Like laceration of the gum during extraction occurs if the gingival tissue not reflected before extraction. وهاي احنا اخذناها بالمحاضرات السابقة وقلنا انه عندنا الليفت هاند الايد الثانية اللي وانت معتقد لازم بيها الاداة الايد الثانية لازم انه شو تسوي بيها؟ تسوي بيها reflection انه تبعد بيها، تبعد بيها التانك، تبعد بيها الليب، تبعد بيها تشيك اثناء ما تقلع، يعني تسوي لك مجال توخر هاي الأشياء على مود ما تأذيها. يعني في سينان دي يقول إنه يقول التمزق اللي يصير بالقام أثناء القلع يحدث إيش وقت لما إنه أنت ما تسوي رفليكت للجينجايفال تيشو أثناء القلع. so gum adhere to the tooth to be extracted from its socket should be carefully dissected before any further attempts to deliver the tooth are made. لذلك إنه اللثة الملتصقة بالسن قبل القلع لازم شو تسوي لها؟ should be carefully dissected لازم انه تشرحها بعناية. يعني شلون؟ يعني تحاول انه انت
يعني باستخدام الأدوات إنه أنت تبعد اللثة شوية شوية، توخرها عن السن يعني بعناية، مو تجي وتلزم السن وتلزم ويا اللثة وتعد السن وتالي أنت أنا سويت لها تمزق، سويت لها سيريشن. Okay. Also, the inclusion of the gum by forceps, bex, or by blend application. يقول تضمين اللثة بالبيكس مالت الفورسيبس، يعني تلزم السن وتضمن ويا اللثة همنا تلزمها ويا، أو blend application of the forceps أو تطبيق الفورسيبس البلند العمياوي، يعني إنه تمجر تجي وتلزم، ما منتبهت لزمت السن لزمت اللثة. may lead to crushing of the soft tissue، هذا راح يؤدي أيضا إلى تمزق السوفت تيشو. also the lower lip، هاي بالنسبة للقم اللور لب may be pressed or crushed between the handles of the forceps، ممكن إنه يعني تدخل ما بين الهاندلز مالت الفورسيبس، يعني أنت مدخل الفورسيبس بالفم ولازم بيها التوث وما منتبه إنه اللور لب داخله بين الهاندلز مالت الفورسيبس. Okay, and the lower lip on extraction of upper teeth is sufficient care isn't taken. كذلك يقول الشفة السفلى أثناء قلع الأسنان العلوية إذا ما انطيناها عناية كافية أيضا هم ممكن إنه تتأذى. بعد ممكن نصيب damage of the tongue and floor of the mouth، ممكن إنه أنت تأذي التانج همين، هذه قلناها إنه أنت لازم تسوي reflection تبعد التانج. also slipping of elevator، يقول انزلاق الاليفيتر، والاليفيتر قلنا كلش خطرة وتكون حادة ولازم انه تسيطر عليها وتلزمها عدل. ليش؟ لانه انزلاق لما يصير بها سليبينج تنزلق الاليفيتر اثناء القلع may lead to damage or wounds in the floor of the oral cavity، راح تؤدي الى اصابة الهياكل او الاشياء اللي موجودة بالفلور مالت الفم. مش موجود there are many vital structures، موجود أذكر شرح موجودة بالMCQ إنه إذا انزلقت أو صار سليبينج بالإليفيتر أثناء القلع ممكن يؤدي إلى إصابة شنو، منت عدة خيارات منهن كانت الفايتال ستراكتشرز اللي موجودة بالفلور مالت الماوث، إنه أنت تسوي إصابة للفايتال ستراكتشرز اللي هي الهياكل الحيوية يقصد اللي موجودة بالفلور اللي هي التانك، بالإضافة إلى عندك السابلينجوال جلاند الغدد اللعابية اللي موجودة بالفلور مالت الماوث، السابلينجوال، السابمانديبولار، القنوات مالتهن، اللينجوال نيرف اللي هو كلش خطر وممكن إذا انضرب يعني كارثة، التانج. So the operator should always keep in his mind that supporting of elevator during extraction is very important، إنه الأوبريتر الطبيب يخلي بباله لما يشتغل لازم إنه يسوي supporting للإليفيتر أثناء القلع جدا مهم. بعد ممكن يصير damage to nerves، إصابة للأعصاب وهي اللي كلش خاطرة إنه أنت تصيب لك عصب، تضرب لك عصب. occur mostly on surgical extraction of teeth rather than simple extraction، وهي مهمة إنه إصابة النيرف الدمج اللي يصير بالنيرف أكثر شيء شو وقت يصير بالsurgical extraction لو بالsimple، وهنا عندنا القلع اللي يكون جراحي بتدخل جراحي وعندنا القلع البسيط انه مجرد انه فورس بتلزم بها التوث وتقلعه بس، او يكون بتدخل جراحي. فالدمج اللي يصير بالنيرفز هذا يحدث اكثر شيء شو وقت بالسيرجيكال لو بالسمبل، يكون اكثر شيء يحدث بالسيرجيكال. occur mostly on surgical extraction of teeth rather than simple extraction but one must always be aware of the risk when operating in the region of the، لذلك لازم يكون حذر لما دا يشتغل بمنطقة خطرة مثل ليش مثل منطقة ال inferior dental nerve، هذا النيرف اللي هو موجود بهاي المنطقة لازم انه تشتغل بهاي المنطقة دبالك من هذا النيرف. بعد منطقة اللينجوال نيرف، شو وقت اللينجوال نيرف لما جاي تقلع اللور ثيرد مولر يكون موجود وراء او قريب عليه كلش هو اللينجوال نيرف، لذلك انه لازم تنتبه لما تقلع اللور ثيرد مولر دير بالك منين من اللينجوال نيرف لانه يكون كلش قريب عليه. بعد المينتال نيرف اللي صاير بمنطقة البريمولر، انفيريور الفيولر نيرف اللي هو هذا العصب المجهز لللور تيث، انجري ممكن يصير بي انجري اصابة، is an uncommon occurrence in extraction of erupted mandibular teeth، يقول اصابته
تكون uncommon غير شائعة لما جاي تقلع الأسنان مات اللور الرابطد المندلعة، يعني الأسنان هي طالعة وجايدة تقلع، إصابتك إلي ما راح تكون يعني هالشي شائع، ممكن إنه ينصاب لما جاي تقلع الإمباكتد الأسنان المطمورة، هذا ممكن إنه هنا تضربه. In rare cases the third molar roots may encircle the nerve، بعض الحالات يكون الروت مات الثيرد مولر محيط بمن بنيرف، يكون اكو نيرف قريب عليه. So that extraction of the tooth will cause nerve injury، لذلك قلع السن راح يؤدي الى إصابة النيرف. Also curative or improper use of elevator، لما يكون استخدامك للإليفيتر غير صحيح. To remove root apex may cause tearing or displace bone fragments so that will impaging or embracing the nerve in the canal. مثلا لما يكون الروت محاط او قريب على نيرف كلش، او مثلا اذا تريد تقلع الروت ابسس بقايا الروت، مثلا الروت مكسور اذا تحاول انه تطلع البقايا مالته، هكذا ممكن تؤدي الى تمزق او تأثير او ضربة المن للنيرف اللي موجود داخل القناة، مثلا الانفيريور دينتال كانال، result in paresthesia or anesthesia of half of lower lip. فاذا وصلت انت لهذا النيرف اللي موجود داخل هاي الكانال اللي هو الانفيريور دينتال كانال، ايش راح يؤدي؟ هذا راح يؤدي الى تنمل بنصف الشفة السفلى، لأنه الانفيريور دينتال نيرف موجود واحد من هالجهة وواحد من الجهة الثانية، مثلا إذا ضربت اللي صاير من هالجهة يعني كل نص من عند يعني الشفة نصين، نص يجهز اللي من هالجهة ونص يجهز اللي من الجهة الثانية، فإذا ضربت اللي من جهة مثلا الرايت راح يصير أكو تنمل يعني باراستيزيا يصير أو أنستيزيا يصير، وين؟ بالنص مالت اللور ليب. The mental branch of the alveolar nerve also may be injured during surgical procedures in the premolar region. The mental branch منو يمه؟ The mental branch همينه ممكن إنه اللي هو the mental branch يعتبر branch من the alveolar nerve. همينه ممكن إنه يصير له injury إيش وقت لما نقلع على premolar teeth. يعني ممكن إنه يصير له injury لما جاي تشتغل بمنطقة البريمولر، لأن هو the mental branch كون إنه يجهزهن. فبالتالي لما كنت تشتغل بهاي المنطقة ممكن انه ينضرب. بعد اللينجوال نيرف هم ممكن يصير له دامج، ايش وقت لما جاي تقلع اللور مولر، خاصة اللور وزدم توث، حكيتها قبل شوية انه لما تقلع اللور توث او اللور ثيرد مولر الوزدم توث سن العقل، لازم انه تنتبه لللينجوال نيرف. By trapping of lingual soft tissue in the forceps apex or by direct trauma of room misusing of elevator or by using surgical extraction to remove impacted wisdom tooth. وهاي ممكن انه تصير بسبب لما انت مثلا يصير اكو تمزق بالسوفت تشو اللي جهة اللينجوال، وهو وين موجود؟ موجود ورا، فلما انت جاي تقلع ومثلا صار اكو تمزق بالسوفت تشو من جهة اللينجوال بالفورسيبس او صارت اكو تروما، اوكي هنا ممكن انه يصير بي انجري. Post operative pain اللي هو الألم اللي يصير ما بعد الإجراء post operative. ف post operative pain and discomfort after extraction، الألم اللي يصير بعد الإجراء وعدم الراحة ما بعد القلع، هذا بسبب التروما زايد هارد تيشو، بسبب التروما اللي سببناها دي الهارد تيشو may of be from، شو سببها؟ بسبب البروشينج بون during extraction أو from using pairs for removal and of bone also damage rough handling of the soft tissue. مرات نستخدم البيرات على مود انزيل بيها من العظم، اوكي يعني هي من ضمن الشغل يعني. بعد damage rough handling بسبب التعامل الخشن ويا soft tissue، يعني انسجة رخوة تكون التعامل وياها يعني مرات قوة او خشونة اثناء القلع، فهذا كله انه يسبب ألم ما بعد الإجراء. The most common cause for the moderate to severe continuous pain، يقول إنه السبب الأكثر شيوعا للألم اللي يكون من متوسط إلى شديد after extraction بعد القلع is related to
A well-known cause called a dry socket or acute localized alveolar osteitis. مرتبط بسبب غير معروف يسموه الدراي سوكت او الالفيولار اوستايتس اللي هو التهاب العظم، يعني ما بعد القلع يصير اكو الم يكون من متوسط الى شديد. هذا مرتبط بسببين، يا يعني اما يسموها الدراي سوكت انه السوكت اللي هو التجويف مال مكان القلع يكون دراي يكون جاف كلش فيسبب الم، او بسبب التهاب صار بالعظم اوستايتس. The patient presented with continuous moderate to severe pain after 24 to 72 hours after extraction. يقول قد يعاني المريض من ألم يكون من متوسط، ألم مستمر من متوسط إلى شديد، يكون ما بعد من 24 إلى 2 ساعة بعد القلع. Okay. Which may last for 7 to 10 days clinically. The patient may present it with empty socket. ممكن إنه يجي ويستمر يعني من 7 إلى 10 أيام سريريا، يجي المريض تشوف انه عنده تجويف فارغ. يعني شنو تجويف فارغ؟ يعني التجويف there is no clot in the socket، يعني ما متكونة خثرة مال دم، يشوف انه socket جاف. اوكي هذا فراح يسبب له الم، قلنا يستمر من 24 إلى 72 ساعة ما بعد القلع، قد يستمر يعني اقل شيء من 7 إلى 10 أيام. Exposed bone or empty socket with some evidence of broken down a blood fluid, it drips clot and within it with intense bad odor. يقول انه راح يكون من يجيك راح تباوع راح تشوف ممكن exposed bone يعني عظم مكشوف، او تشوف انه التجويف انتي سوكت يعني يكون تجويف فارغ، تكون اكو حتى رائحة كريهة bad odor. The etiology of this condition, أسباب هاي الحالة is incompletely understood. لحد الآن يعني ما معروف سببها تماما. But many predisposing factors, لكن من العوامل اللي تزيد منها هي exist, infection, trauma, blood supply, site, smoking, sex, vasoconstrictors أو systemic factors. هاي كلها عوامل ممكن تزيد من هاي الحالة. Post-operative swelling التهاب أو انتفاخ أو تورم ما بعد القلع. After extensive surgical interference and exudontia sometime may be associated with post-operative swelling. This swelling may be related to one or more of the following cases اللي هي أوديما, infection, hematoma. يقول إنه بعد التدخل الجراحي الكثيف يعني تدخل جراحي وكذا ويصير اكزودون ويصير اكو قلع، بعض الاحيان هذا يكون مرتبط بالالم او التورم اللي يصير ما بعد القلع. اوكي هذا السويلينج اللي يصير مرتبط بوحدة من هذين الثلاثة، يعني يكون سببه يا اما اوديما او انفكشن او هيماتوما. شنو يعني اوديما؟ الاوديما occurs after surgery as a result of tissue injury. هاي تصير شو وقت بعد الجراحة after surgery، نتيجة شنو؟ نتيجة إصابة الأنسجة أثناء ما تشتغل surgery جراحة. أوكي تنصاب الأنسجة ورا ما تكمل وكذا تشوف المريض صار عنده أوديما اللي هي نوع من أنواع النيل سويلينج. شنو سبب الأوديما؟ سببها tissue injury إصابة للأنسجة. It is normal response تعتبر هي استجابة طبيعية when there is a great damage to the tissue by using blunt instrument، لما تستخدم يعني تصير انه ضرر كبير لما تستخدم الأنسجة لما تستخدم أداة تكون حادة. And rough handling of tissue يكون يعني تعاملك خشن ويا الأنسجة may increase the chance of production large edema، هذا راح يؤدي إلى فرصة كبيرة بزيادة الأدمة. So laceration of tissue during extraction, trauma to the bone or periosteum are some of the most common cases of edema. لذلك تمزق الأنسجة أثناء القلع أو التروما اللي تصير للبون أو للبريوستم تعتبر هاي من أكثر الأسباب للأدمة. يعني الأدمة شنو سببها؟ سببها واحد من هذين يعني أكثر شيء. And in other words تعبير آخر ال post-operative swelling resistant post-extraction swelling or the development of swelling several days
after surgery is usually due to infection. ويقول قد انه يستمر التورم ما بعد القلع ويتطور لعدة ايام ما بعد الجراحة. هذا احيانا يكون سبب infection اذا استمر وراء القلع لعدة ايام اوكي وتطور، هذا هنا ممكن يكون infection. شنو هي الانفكشن؟ الانفكشن swelling هو عبارة هم عبارة عن swelling due to infection can be distinguished from post-operative edema. هي تعتبر swelling سببها infection. يقول نقدر انه نميزها عن post-operative edema. شلون نميز الانفكشن عن الادمة؟ شلون؟ by the increased skin temperature من ارتفاع درجة حرارة الجلد greater redness يصير اكو حمار هواية للتشو the usual presence of fever احيانا يكون اكو حمى and sometime fluctuation is present احيانا يكون اكو شلون نقول تقلب. يعني شنو تقلب؟ يعني انه يكون يعني حجمها يتغير اوكي بسبب presence of pus بسبب وجود pus. يعني من هيجي يعني يكون في شيء متورم ويكون اكو بداخله pus يكون بداخله قيح فهيج من تلزمها تحس انه حجمها متقلب. Okay, the infection should be always considered a serious complication and need urgent management. فهنا الانفكشن راح يعتبروها خطرة وتحتاج إلى تدخل عاجل. المصطلح الآخر اللي هو من السويلينج هو الهيماتوما. Hematoma means collection of blood in the extravascular spaces of the tissues. تعني تجمع الدم خارج الوعاء الدموي بالنسيج. It is rare complication تعتبر يعني حالة نادرة following extraction of the teeth يعني تصير وراء قلع الأسنان but sometimes hematoma or ecchymosis may develop postoperatively if hemostasis is not developed and present bleeding from either the socket or adjacent alveolar bone. ويقول إنه أحيانا ممكن أن تتطور ما بعد الإجراء الجراحي إذا ما توقف الدم أو استمر النزيف بالتجويف أو من الـ adjacent alveolar bone. The creation of an oroenteral هاي تطور الـ opening اللي صارت ما بين الفتحة اللي صارت ما بين الفم تجويف الفم الأورال وما بين الماكسيلاري sinus. On extraction of upper molar teeth لما نقلع ال upper molar teeth and sometimes upper premolars وأحيانا لما همنا بال upper premolars تصير هاي الحالة a communication راح يصير اكو اتصال between the oral cavity and maxillary interim may be created أثناء قلع ال upper molar أو ال premolar أحيانا ممكن انه يصير اكو اتصال ما بين تجويف الفم وما بين maxillary interim. This communication if not held or closed after few days إذا هذا الاتصال اللي صار ما تعالج أو ما أغلق بعد عدة بعد أيام قليلة a chronic condition occurs راح تصير هنا حالة مزمنة يسموها الأوروانتيرم فسيولة. A close proximity of the maxillary cheek teeth to the maxillary interim which are separated only by little amount of bone. يقول بسبب قرب الأسنان العلوية من يم الماكسيلاري انترام ووجود كمية عظم قليلة تفصل ما بيناتهم هذا السبب الأول. And sometimes even the soft tissue lining of the maxillary sinus يقول وجود أحيانا soft tissue يبطن الماكسيلاري sinus the presence of periapical infection ووجود periapical infection the interim itself may be abnormal in size وممكن انه هذا يعني جاي عدد الاسباب اللي تخليها تصير ممكن الانترم نفسه يعني نفسها هي ماكسيلاري sinus نفسها هي تكون حجمها غير طبيعي او بعد misjudgment of force use in extraction او بسبب القوة الغير مسيطر عليها اثناء القلع او present of pathological lesion أو وجود آفة مرضية. All these factors كل هاي العوامل may assist in the production of this complication تؤدي إلى حدوث هاي المضاعفات يعني يقصد بها الـ oro interim fistula bubble. قوم شوفي شي فقاعات مال دم أو
or shooting of air through the communication أو يشوف إنه بغت يعني فقاعات مع الدم أو هو يقوم يطلع منهم هذه الفتحة اللي صارت ما بيناتين is hardened or a piece of cotton ممكن يشوف قطع من القطن أو من التويزر may be defected. The presence of this complication وجودها اتأكد الناس يعني اتأكدنا من وجودها يقول وجود هاي الكومليكيشن need surgical هنا شنو راح يحتاج إلى علاج بعد جراحي surgical correction by well trained oral surgeon يعني يكون يعني جراح يكون يعني متدرب جيد and surgical unit in which all instruments and qualified staff present ويكون وجود كادر جيد. بعد ممكن يصير تريزماس هاي من المضاعفات مالت القلع. شنو يعني تريزماس؟ means تعني inability to open the mouth يعني انه المريض يكون غير قادر على انه يفتح حلقه. تريزماس is one of common complication following extraction of teeth هاي يعتبر من الحالات الشائعة اللي تتبع يعني بالقلع especially of the surgical removal of teeth خاصة لما نقلع الأسنان in when يعني especially the surgical removal of lower wisdom teeth خاصة لما نقلع جراحيا سن العقل اللور يعني اللور third molar. شو وقت يصير التريزموس؟ لما نسوي قلع جراحي المن للور third molar. شنو يعني تريزموس؟ يعني عدم قدرة المريض على انه open the mouth. تريزموس may be caused by both operative ممكن انه التريزموس يسبب يعني post operative ما بعد القلع يسبب أوديما يسبب هيماتوما يسبب inflammation التهاب للsoft tissue trauma and arthritis to the temporomandibular joint التهاب لمفصل TMJ. بعد it may be related to the use of inferior dental block local anesthesia احيانا يكون مرتبط باستخدام local anesthesia block للinferior هذا النيرف احيانا لما انه نسوي له block local anesthesia so the management of the trismus depend on diagnosis of the cause of this complication لذلك لازم احنا شو نسوي للترزمس هسه يعتمد يعني علاج الترزمس على تشخيص الحاله على مود نعرف شنو سببها وآخر شيء الفاينتينج أو السينكوب اللي هو الإغماء هاي همين من مضاعفات القلع. Collapse on the dental chair is the common complication during extraction. الانهيار على كرسي الأسنان يعتبر أحد المضاعفات الشائعة عند القلع. يقعد المريض على الكرسي وينهار يقوم عنده قصور عنده قلق يرتبك يغمى عليه. For the patient may often complain أحيانا من شنو راح يشعر المريض أو من شنو راح يشكي بهالأثناء يصير عنده feeling dizzy يقوم يشعر بالدوار weak nauseated and the skin is seen to be pale cold and sweating يصير عنده غثيان تشوف الجلد إنه لونه شاحب تلزمه تحسه بارد يقوم يتعرق. These complaints may be accompanied by loss of conscious هاي كلها تدل على إنه المريض راح يفقد وعيه. اللي يصير شنو لما يكون واحد خايف او مرتبك قلق راح يصعد عنده الادرينالين اوكي فراح يزداد تدفق الدم وين راح يروح راح يزداد تدفق الدم ويروح للعضلات اللي موجوده بالساقين للسكيليتال مصل اللي بالليكس فهيك راح يقل وصول الدم للبرين للدماغ فبالتالي راح يفقد وعيه. فدي يقول the primary pathophysiological component of this situation is cerebral ischemia secondary to the inability of the heart to supply the brain with an adequate volume of oxygen the blood. المكون الفسيولوجي المرضي الرئيسي لهاي الحالة يعني سبب هاي الحالة بالضبط هو شنو هو ischemia. شنو ischemia يعني قلة وصول الدم وين للدماغ قلة وصول الدم للدماغ يعني انه القلب يكون غير قادر على تجهيز الدماغ بكمية كافية من الدم المؤكسج مثل ما قلنا انه راح الدماغ ما يوصل دم راح وين يتجه الدم بحالة القلق والخوف انه راح يتجه للعضلات الهيكلية وبالتالي راح يقل وصول الدم للدماغ. In the presence of an excessive blood flow is increasingly directed toward the skeletal muscles مثل ما قلنا بالضبط انه
راح يزداد تدفق الدم. يقول هنا أنا في حالة وجود القلق راح يزداد تدفق الدم باتجاه العضلات الهيكلية أكثر من بقية الأعضاء. In the absence of muscular movement في حالة غياب الحركة العضلية، لأنه هو يعني زاد عنده الدم بالعضلات، أوكي، وبقى قاعد يعني ما متحرك. فلما تكون الحركة العضلية غايبة يعني هو ما متحرك مثلاً، فهنا إيش راح يصير؟ راح تظل أكو زيادة بالدم جاي تتجه للسكيليتال مسل. The increased volume of blood in the skeletal muscle remains there. راح تبقى زيادة تدفق الدم وحجم الدم بالسكيليتال مسل هناك. Decreasing venous return to the heart. فراح تقل كمية الدم الوريدي العائد إلى القلب. And decreasing the volume of blood available. وكذلك راح تقل كمية الدم المضاخ من القلب إلى الدماغ. A slight decreased in cerebral blood flow. To confirm the presence of this complication. يعني نريد نتأكد بأنه المريض صارت عنده هيتشي لو ما صار عنده ما بعد القلق، شو نسوي؟ The patient is asked. اطلب من المريض to pinch or close the nostrils. انه يغلق النوسترلز اللي هي فتحات الانف، انه يغلقها يعني الاصبع together and blow air. ويقوم ينفخ هواء gently يعني برفق into the nose بالانف. The operator may see. ممكن انه راح ينال الطبيب يشرح يلاحظ يشوف blood is evidenced by the signs and symptoms of vasodepressor syncope. يعني انه راح يلاحظ اكو تغير راح يصير بقلة يعني قلة تدفق الدم، اوكي، من خلال العلامات يعني علامات الاغماء مثلا light headedness dizziness. راح يصير دوار، الم بالراس، tachycardia، عدم انتظام ضربات القلب، خفقان. If this situation continues, إذا استمرت هاي الأعراض، هاي كلها تدل على إنه المريض شنو؟ patient lose consciousness، إنه المريض راح يفقد وعيه. When the operator notes these signs and symptoms, a first aid treatment should be started by lowering the head of the patient by putting him in a supine position by lowering the back of the dental chair. ايش حيسوي؟ يقول انه لما الطبيب يلاحظ هاي الاعراض والعلامات اول شيء يقدر يساعد به ويبدا بعلاج. ايش حيسوي؟ يخفض راس المريض، يخليه بوضعيه السوباين بوزيشن. يعني شنو السوباين بوزيشن؟ يقصد انه ينزل ظهر الكرسي، هاي انه يخفض ظهر الكرسي، يعني ينزل الكرسي على مود انه يقدر يرفع رجليه، اوكي، يعني عرفت شلون؟ انه كرسي وهذا الشيء اللي منتج عليه المريض راح ينزله، اوكي، حتى يقدر انه يعني تصير عوده للدم. Care should be taken to maintain the airway and you have to note the condition of the patient if consciousness isn't retained within 1 to 2 minutes. Otherwise one should consider that sometimes serious like respiratory arrest or cardiac arrest may happen and the patient need medical emergency. فده يقول انه يجب انه يكون حذر او تحافظ على مجرى التنفس او مجرى الهواء، وتلاحظ انه تشوف لازم المريض اذا ما استعاد وعيه خلال دقيقة الى دقيقتين، فهنا ممكن انه شي يصير عنده، ممكن انه تصير عنده respiratory arrest، يعني يقول ما يقدر يتنفس بعد، ممكن يصير عنده سكتة قلبية، او هاي كلها تعتبر خطرة ويحتاج هنا المريض إلى medical emergency، تعتبر هنا حالة طبية طارئة. وبيجي خلصت المحاضرة، وأتمنى أنه كان كل شيء واضح، وشكرا جزيلا لكم.